Really guilty, my Adam. أنا مع البالي بي شوف غيري نوضي محدايا هتشيك ترتي فيه نتي معايا نتي معايا. سلطان فنان كاتب وملحن مزداد في مدينة الدار البيضاء ودابا مقيم في مدينة مراكش. بداية الفن ديالي بدات ملي كنت صغير، اكتشفت الموهبة ديالي وبديت كنغني في 99. بديت في الهواية ديال الراب والارين بي والجاز والبلوز والسوينغ مع عدة فرق في ديك الوقيتة. من بعد في 2004 و 2005 دزنا في البولفار، 2006 دزنا في موازين، في 2010 دزنا في برنامج الكوميديا. من بعد اشتغلت في غير في الكتابة والألحان مع عدة مغنيين، منهم أحلام أنور أخت عبد العلي أنور، والحين كنشتغل على السينجل ديالي ان شاء الله. خدمت مع بزاف ديال الدراري منهم ريت سوبا دي جي ديال سعد المجرد، ميديام، فيتيرينغ دابا راه كيدوز دابا في كاع لي راديو تقريبا، العنوان ديالو صافي سيري، وان شاء الله غادي يكون سينجل ديالي قريب ان شاء الله في شهر 11 غيكون مع واحد المغني افريكان سميتو والي سيك، غنمشي عنده ان شاء الله. وغادي نخدم ان شاء الله بزاف ديال من ورا هذا الفيديو كليب ان شاء الله، غادي نخدم مع بزاف ديال المغنيين ان شاء الله كونفيرمي معهم باش نخدموا ان شاء الله بزاف ديال الكليبات ان شاء الله باذن الله. يا عمري الايام دايزه راه ما كاينه في البال من غيرك انت، عيال مهبلاني ما نقدر نشوفك بعيده مني، اشوفي من حالي اباغي باغي باغي معاك انت نكمل حياتي. بالنسبه للغناء ديالي اللي اختاريت، الستيل ديالي اللي اختاريت في الغناء هو يكون مزج ما بين العربي والغربي. علاش؟ حيت كنرتاح فيه وكان بازي ديما على الدارجه، يعني اللي هي يعني بلادي، وباغي نحقق انجاز زعما باللغه الدارجه. وبالنسبه للفكره ديال البرامج اللي يعني كنشوفها في التلفازه، حاليا انا كنخدم بوحدي ومعايا ايكيب ديالي كتخدم معايا، ومعايا المانجر مريم السباعي. ولا تحت الفرصه باش يكون شي برامج من برنامج من البرامج يعني سواء المغربيه او الشرقيه ولا الغربيه، لما لا؟ الف مرحبا، انا مستعد في اي وقت. يا زلة عطاني ربي راكي 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 ساكنة في قلبي، لا 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 خليك معايا بور فافور، لا 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 راك انت يامي امور. بالنسبة للفنانة اللي كنشوفهم ناجحين يعني اللي كانت انسبيرا منهم، كاين من ضمنهم تايريز، كاين بويز تو مان، كاين كينغ تي، سبيس وان، باريس، دو مجموعة من الفنانين اللي كانت انسبيرا منو، وصراحة كنحس بهم كيوصلوا لي الميساج وكيعطيوني تشجيعات باش نحط يعني مواضيع تقدر يسمعوها جميع الناس. روحي راه قلبك في قلبي محفوظ، يا سلباني اجي قربي عندي وما تخليني. كنشكر كاع لي فان ديالي وكاع الناس اللي كيبغيوني وكاع الناس اللي حاضرين معايا دابا، وكنشكر والديا بطبيعه الحال اللي تاج فوق راسي، وكنشكر كاع الناس اللي ساندوني ودعموني لا من قريب لا من بعيد، وكنشكر اسياس جروب. شكرا.
مالي مالي وما الشمسي غطوها الغيوم، مالي مالي ومال ما قعدت فيه نجوم، مالي مالي ومال الشمسي غطوها الغيوم، مالي مالي ومال ما قعدت فيه نجوم، مالي مالي ومال الشمعة ما ضوت لي في ظلام، مالي مالي ومال السعد ما سجد لي ليام، مالي مالي ومال الشمعة ما ضوت لي في ظلام، مالي مالي ومال السعد ما سجد لي ليام، حتى نصيب ما فرحني نساني في ليام، اللي نزاو عني مرار خبر عقلي تخمام، سقمي دم بيا مقادر بدل حلمي بلوهام، لا طالب ولا طبيب عالج ليا لسقام، نوماني الليل روني عليك عساس، هالمبنين على الخدا حرموني نعاس، ما تمنى وصار مقامو عليها العراس، من يدهم شربت الامرار كاسي تبع كاس، مالي مالي ومال الشمسي غطوها الغيوم، مالي مالي ومال سمايا ما قعدت فيه نجوم، مالي مالي ومال الشمعة ما ضوت لي في ظلام، مالي مالي ومال السعد ما سجد لي ليام. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم وغير التواصل الاجتماعي، ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.